صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيام التشريق 11، 12، و13 وأنا أرغب صيام أيام البيض من شهر ذي الحجة، فهل يجوز لي صيام اليوم 13 حيث إنه مشترك بين أيام التشريق وأيام البيض؟ لا يجوز لك، لأن أيام البيض أيام عيد ولا يجوز صوم يوم العيد. في حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم مدحة أو قران، فالذي عليه فدية ولا يجد فدية التمتع أو القران ولا يجد قيمة الهدي يصوم أيام التشريق 3، أما غيره فلا يصوم لأنها أيام عيد. نعم.